شفت هناك اخواتنا الصغيرين، طبعا لقيتهم بيجروا وفي مشكلة، فجريت اجري عشان اشوف طبعا اخواتنا. لقيت محمد ده من فوق عمال يرمي حاجات وعمال يهدفنا بحاجات، يقول لك انا اللي هظبط الكون وانا اللي هظبط الدنيا. محمد ده اللي هو المتهم. فببص لقيت عادل ده نازل من العمارة مقطع خالص، ايديه مدلدلة وودانه نازلة ومتقطع خالص، مخرطه وكذا. قعدناه على جنب وطلبنا له الاسعاف، لغايه ما الاسعاف جت وخدته. وبعدين فضلنا مستنيين المباحث، المباحث جت وطلعت. لما محمد اتهجم عليهم برضك بالكازلك، تعمل ضربته بالشوم على ايديه، وقعت منه الكازلك، وقمت ضربه ضربتين على دماغه فوقع، وقعدوا يمسكوا فيه برضك يضرب فيهم. رجال الشرطه اللي كان بيشوهم منزلينه بقى شايلينه تحت، وسعنا لهم الطريق وشالوه ركبوا له عربيه وطلعوا على الاسم. تمام. وبالنسبه لعادل بعد كده عرفتوا ان هو مات؟ عادل عرفنا بقى اللي هو مات بالليل حوالي الساعه 1 كده، عرفنا اللي هو توفى. يقول لك انا ربكم الاعلى، استغفر الله العظيم وربي، يقول لك انا محمد، انا العادل الكون، انا مش عارف ايه، شاول الناس بالكازلك يعمل لهم كده هتبحكم. العيال الصغيره خايفه منه، العيال الصغيره بتقول لك الراجل ده لو خرج احنا مش هنقعد في اكتوبر، احنا هنمشي. واحد يقول لك انا هشيل الالكتريك، وواحد يقول لك انا هعزل. الناس كلها خايفه منه، خايفه منه. كان عامل رعب الناس كلها. هو المنظر اللي الناس شافوه مقطع الواد، يعني عادل ده متقطع خالص، متقطع.